قامت اليوم كتيبة التدخل السريع بعملية تعقيم واسعة النطاق شملت شوارع وأحياء مدينة مستغل. المرحلة الأولى منها خصت وسط المدينة منطقة عين صفراء، السوق المغطاة، ساحة مسجد بدر، الشوارع الرئيسة المحيطة بها شارع كشارع حمادو حسين ونهج محمد خميستي. أما المرحلة الثانية من العملية فقد مست حي 5 جويلية، حي سلامان، حي شمومة، حي البحر لاسيا ومحيط المقر الإداري للولاية. هذه العملية سخرت لها طاقة بشرية كبيرة وعتاد حديث مجهز بمواد معقمة.